السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على رمزي زروقي وين يتألق في الدوري أبطال أوروبا. الناس قالوا يهضروا عليه، بصح شوف رمزي زروقي كيفاش يلعب في النادي تاعو وشوف كيفاش يلعب هنا في الجزائر. أين هو الخلل؟ هنا حوسوا على الخلل وين راهي، حوسوا على الخلل وين راه. خلونا تاع المدرب في طريق مفتوح لتحقيق أرقام قياسية، اللي هو مدرب هو 35 مباراة منا وبيزيد يربح وبيزيد 8 تاع البارتية. خلينا من هذا الصوالح، الناس تهدر على دي يقيموا مدرب يعني من الواقع، يعني من النقطة الفنية. وعندنا احنا لهنا يهيش لك نورمال عادي خويا، يجيبك نورمال يدخلك في حيط نورمال نورمال عادي ويقول لك المدرب سوف يحقق ارقام قياسيه. مانسيني فانيك ربح مع شحال، وصل حتى 37 مباراه وقيل مع شتايلا ادا كوب دوروب. رافع قالوا له روح قلب السعوديه، راح قلب السعوديه واو لله دا كوب دوروب دوبيل فان ما راحش كوب ديموند، شافها ما مشاتش وخر. مين كاين بزاف صوالح تضرب ما عندكش تايا، ما عندناش حنايا الله غالب. حنا عندنا راني نقول لكم ونعاودوا، عندنا لعابه كي تشوف اللعابه اللي عندنا لعابه عالميين، ما عندناش مدرب والله ما نسعوا مدرب. انا نقولها لكم والله ما نسعوا مدرب. هذه كيما كي نهضر كيما يجي ناس يقول لك اه هذا راه يسب في ادير تربع غاديك. نهضر على بلادي، نهضر على المنتخب الوطني الجزائري. انا ما سيبورتي تا واحد، انا سيبورتي منتخب وطني الجزائر الفيكتوار برك. انت تشوف حنا كي نقولوا بلي غادي نربحوا مصر، كي نقول بلي نربح مصر يا بالجوده اللي عندنا سي محمد. انا كي نقول بلي غادي نربح الصومال موزمبيق بالجوده تاع اللعابه اللي عندنا. استنى واحد ارسل لي ميساج راه عندي هنا، قال لي انت كيف ضليت تسب في ماشي تنتقد، تسب في بالماضي مدخلينه في لسانهم تما اللي يهدر يقول بالماضي راه مستوى طايح. ايا راك تسب فيه ما مشاك تنتقد فيه رياضيا، راك تعاير فيه راك تجبد له بدنا وتجبد له يا ولدي. نتلاقى معاه بولا انايا بلي غادي نربحوا في السنغال. اه قال لك انت راك تستهزأ بيه، ربحنا ايا نورمال عادي باش توش. ارسلت له ميساج ما ردش عليا، ربحنا صحيح كي درنا ماتش ليل مع خسرنا مع مصر، ماشي درنا ماتش ليل خسرنا تعتبر خساره. انا نقول لك معطاوي معطاوي خطره كي تقول بلي هذا بالماضي ردنا نديرو ماتش ليل ونزعفو، حنا رانا نزعفو بلي عندنا اللعابه ما تقلبوش الهضره، حنا عندنا لعابه كبار نزعفو كي نديرو ماتش ليل بسبب اللعابه اللي عندنا، ماشي بسبب خطه بالماضي لعب خطه بالماضي مشى يلعب خطه. والماضي دخل 11 دخل 11 دخل يخرج ناف يدخل ناف عليا. فيكتوريا لعبوا على زوج نقاط، قال لك لعبت لك الشطرنج على زوج نقاط برك. البوتلي ملكاوه مصر الرجال على بالكش، قال لك لو كان بالماضي تفرج في مصر قال لك بالماضي ما شافش الماتش، ما شافش ما عطاش فكره للعابه كيفاش مصر تلعب. قال لك لو كان شاف المسكي باش تمركي لي بيت قال لك ما تمركيناش في هذيك الاخرى، قال لك خاطش ما شافش مسكي تلعب، ما شافش مسكي تلعب. مدرب اللي ما عرفش يعني علاه نقول لكم باللي حتى عموره كي يدخل وما دار والو، خاطش لعبوا له فيكسي مصر لعبت فيكسي عارفوا قرا لونترينر قاري دا فكره على اي لعاب يدخل ولا يدخل دونتري ولا يدخل جوكر ولا داي عليه فكره. الا هو ما عقلش عليه الستاف اللي معاه عقل عليه كوتش هذا كيلعب 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 فيك ساله لا ديفونس ولا مين طلق ما يدير والو. تشوف تاع بارتي يعني رمزي زروقي كذا ومثله. رمزي زروقي انا علاش عم الخطا نقول لكم رمزي زروقي من هنا، بصح بعد نفكر كي نشوفه يلعب مع النادي تاعو هذا ولا جديد هذا يعني ما نقول باللي الديفوره هنا في ليكيب ناسيونال ماشي فيه هو في المدرب. وين يواصل الدولي الجزائري رمزي زروقي تألقه مع ناديه
يعني الهولندي، وساهم في فوز الكبير المحقق ضد لازيو الإيطالي في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات برابطة أبطال أوروبا. وسجل زروقي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 47 يعني في الوقت البدل الضائع من الشوط الأول، يعني وين حيث انتهت المواجهة بنتيجة 3-2 لصالح نادي الهولندي. وبهذا وين حقق فينلاند يعني فوز ثاني من 3 مواجهات في المجموعة الخامسة، وين رفع رصيده إلى النقطة السادسة حيث يتواجد مع يعني في موقع مناسب لحجز أحد بطاقة التأهل إلى الثمن النهائي. شو كيفاش؟ تلعب تلعب عندك لعابة وما عندكش حتى فكر يعني في البارتية، يعني كيفاش تخرج؟ أنا نقول لكم أنا كي نشوفهم مركاولنا ويشوف لونترينات قلب في راسه يهدر مع ليرو في راسه يدور يمنا يروح مع لي زاربيت، يا ودي خلي لي زاربيت وخلي لونترينات شوف نتايا شو كي راك تلعب. كيما نهار تونس هنايا ميليو تيرا خاوي تشوف تروح تدابز مع لعابول، مكاش كاع حاليا مكاش هي الشيطان بتشامبا ولينا نقارو. وقلت لكم كنت داير لايف كنت مصر كنت داير لايف تقوم قارعوا بنت هاكا يجي هاك حاجة بنت هاك شعلنا بنت جاها هذه هي رمزي زروقي. رمزي زروقي يعني وين بالمنتخب الوطني مازال ما بين والو، لعب خطرة دوزيام ميطو كونت بوركينا فاسو في مراكش خطرة برك ميتو دوزيام ميتو من التبليسة بالناصر وخرج لعب، هو لعب مليح هذيك بارتي اللي لعبها مليح ما فماك يعني ما وخطرة كونت تونس هذا مكان ما فماك مكاشي كاع شوفوا سبحان الله يا باينه لعاب مليح هو بصح ما في المنتخب الوطني مازلنا ما شفنا والو خويا بالتالي كي تشوف لعابة كيما هادو ما يمدو ما يعني في الأندية تاوعهم سيمانة يعني شهرين 4 شهور هما يشوفو فيهم هاولي كاري شادير من بعد يجي يلعب من بعد يدخل يلعب مع المنتخب الوطني يعني قال لك الهضرة تاع كيما ضربوا شحال غادي مازال مول الماتش شحال مازال مول الماتش 3 ماتش يعني 3 ماتش من بعد كيجي يلعب ليك بلاصة ما كان والو أنا غادي يدير الراجل تاع الناس شادي شادي ما دير والو الله بوداوي يطير من بعد تبدا بوداوي مكان في ليكيب ناسيونال ما كانش بوداوي كبر في ليكيب ناسيونال راه من 2019 انتظروه بوداوي يا بالك على فطريق احفظوا هذا الاسم يا ودي حفظناه ونسيناه وعاودنا حفظناه يعني مازال بالك على فطريق انتظروا انه اتي يا ودي انه اتي هذه انه اتي انه اتي بوداوي شان في نساء يلعب في ليكيب ناسيونال يقول انتظروا انه اتي مسكنا اللي لعبت وعمرت لنا الميليو تيرا بينت المستوى تاع في غولي باللي المستوى تاعو نزل انا ما ديرلاش انت بوداوي هاو دير بوداوي بالك ينجح وانت بوداوي مشي عاطي قاعد مشي داير فيه ثقه ومن بعد بيجي بيتفهمنا باللي بوداوي ما ابدي واش تهتر خويا واش تهتر عندي برامج شو توصل كي تهدر كيما هاكا يقول لك ها لا يقول لك هادو اعداء هادو اعداء يقول لك هادي يعرفوا ايه هذا ما يعرفوا اعداء عملاء خوان هذا ما يعرفوا برك هادي اللي يعرفوها ما حاجه اخرى والله ما يسمعوا بها كاع تقول له البوله ما يعرفش
قول له بولا يقول لك اعداء، اعداء حاسبين الجواب. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيو لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا.